يقول الأستاذ إياد رأيت خيرا إن شاء الله. أنا متزوجة ولي 3 أولاد وابني حلم أنه معي أنا وإخوته وأبيه في الحرم، وفجأة كان يدور علينا وهو يدور علينا ويطوف بالكعبة، وفجأة رآني وأنا أصلي أمام باب الكعبة وأرتدي ملابس بيضاء ولا يوجد أحد، وفجأة رأى والده وأعمامه وأخواله جالسين ينظرون لي بابتسامة، فجلس ابني جنب والده. طيب انتهى الحلم. يعني اقل اضافه كان ممكن تضيفها، هذا معلومه للجميع، اقل اضافه ممكن تضيفها تقول انا عندي نيه امراه او حج او لا، لانها ممكن تكون هاي رؤيه صادقه كما هي تقع. انا شفت نفسي احج اعتمد، ولكن بشكل عام ان يراك ابنك في هذه الحاله فهو دال بان الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك، يرضى عنك في امر معين، يتمم لك امر ربما تنتظرينه منذ فتره. ولكن اذا كان لديك نيه بالعمره او الحج فهي الاولى، فهي الاولى ان تتم. واذا ما كان عندك القدره او النيه لهذا الشيء فهي انت كنت متوجهه في بيت الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كريم لن يرد عباده اذا اتوا، فيدل ذلك على اجابه الدعاء او قضاء حاجه.